This part we will talk about tools for studying bacterial genetics, which we will focus on two things, PCR or polymerase chain reaction and recombinant DNA technology. Let's start with polymerase chain reaction or PCR. ده تول بستخدمها لدراسة الميكروأورجانيزم وبرضو بدرس بيه حاجات كتيرة جدا سواء كانت human أو other things. الجول بتاع الـ PCR أو أنا بستخدمه في إيه؟ is to synthesize large quantities, billions of copies من حتة معينة من الـ DNA in vitro. الـ approach ده بسميه الـ in vitro replication. بعمل إيه؟ بعمل متتاليات أو successive heating and cooling cycles. بسخن وبرد وسخن وبرد. ليه الهدف من التسخين والتبريد؟ الهدف منه إن أنا أعمل separation لل double stranded DNA بتاعي وبعدين أحط primer. اوكي البرايمر ده في وجود DNA polymerase هيبتدي يعمل لي generation لل new strand. بستخدم في هذه الهيتينج والكولينج سايكلز دي ان اي بوليميريز قادر على انه يستحمل الهاي تمبرتشرز، فبستخدم هيت ستيبل دي ان اي بوليميريز من ثيرموفيليك بكتيريا. طيب ايه الفاليو بتاعه البي سي ار؟ زي ما قلنا هو بيعمل مليونز اوف كوبيز. استخدمته والابلكيشنز بتاعته في حاجات كتيره قوي، منها المولكيولر بيولوجي، منها الميديسن زي مثلا ال PCR based diagnostic kits. تسمع انت على ال HCV diagnostic kit، بتسمع عن الكورونا فيروس diagnostic kits. كل دي بتعتمد في الاساس على فكرة ال PCR، ان انا عندي كمية من الفيروس او ال infectious disease اللي انا عايزة اكشف عنها، فبدور على جين معين معروف ان هو مميز لهذا الميكروأورجانيزم وبكتره، وبالتالي اقدر اعرف كمية الميكروأورجانيزم ازاي او موجودة قد ايه. بعمل حاجة اسمها real time PCR وهو جزء او application من ال PCR الاساسية. برضو بستخدمه في البايوتكنولوجي زي DNA fingerprinting. الفينجربرينتينج ده كأني باخد بصمة الشخص بس من DNA بتاعه. دي بيستخدم في الفورنسيك ساينس مثلا في مجالات الجرائم، بتشوفوها اكيد في ايه NCIS والحاجات دي كلها المسلسلات دي. وبرضو انا بقدر اعمل DNA fingerprinting للبكتيريا، عايز اشوف مين الكوزيتيف ايجنت بتاعي في الانفكشس ديزيز. طيب ايه الكومبوننتس اللي موجوده عندي في البي سي ار؟ بيبقى عندي DNA template بالظبط شبه احنا بنقول دي in vitro replication. فاحنا نتذكر مع بعض ال DNA replication اللي اتكلمنا فيه قبل كده كان بيبقى عندي DNA template اللي هو circular DNA، تمام؟ فانا عندي هنا برضو DNA template وعندي DNA polymerase. DNA polymerase كان هناك اللي هو natural DNA polymerase اللي كان موجود. هنا لا، انا بستخدم تاك polymerase اللي هو heat stable polymerase معزول من high temperature، من بكتيريا بتعيش في high temperature او thermophilic bacteria. بستخدم primers. لو نفتكر كان في ال DNA replication كان في حاجة اسمها ال RNA primer اللي كان بيعملها ال primase، تمام؟ او ال RNA primase. لا، هنا انا بستخدم برايمرز انا عامله لهم ديزاين عشان يعملوا لي امبليفيكيشن او يكتروا لي جين معين انا عايزاه. بعمل فورورد وريفرس برايمرز، بيبقوا برضو من الدي ان اي مش من الار ان اي، وبيبقوا كومبلمنتري للحتت اللي انا عايزه اكترها في الدي ان اي تمبلت. حاجه اللي بعد كده ببقى جايبه اكتيفيتد نيوكليوتايدز. زي ما احنا قلنا بحتاج اي وتي وجي وسي اللي هم الاي بي سي بتوعي بتوع الجينيتكس، لازم ابقى محتاجاهم. بجيبهم في ترايفوسفيت فورم عشان يبقوا اكتيفيتد نيوكليوتايدز، ده اللي هيحطهم واحده بواحده كومبلمنتري الدي ان اي بوليميريز. وبحتاج بافر. اوكي البافر ده بيكون فيه وميه طبعا، بيبقى فيه كل المغنيسيوم كلورايد والحاجات اللي بيحتاجها الانزيم اللي هو الدي ان اي بوليميريز عشان يشتغل. يبقى انا بجيب انبوبه بي سي ار تيوب عندنا على ايدنا اليمين التحت اللي هي لونها بينك، مش تحت قوي يعني، تحت قوي ده الثيرمال سايكلر اللي هو البي سي ار ماشين نفسها. انا عندي على ايدي اليمين في النص تقريبا السلايد هلاقي بي سي ار تيوب اللي هي بنسميها ساعات ابندورف، بس يعني بي سي ار تيوب. بحط فيها الميكتشر بتاع البفر اللي هو هيشغل لي الدي ان اي بوليميريز او بسميه التاك بوليميريز عشان ده الاورجانيزم اللي انا عازله منه.
وطبعا يكون عندي الـ DNA template الأصلي اللي أنا عايزة أكتره، والبرايمرز الكومبلمنتري للحتة اللي أنا عايزة أكترها forward reverse، وهنتكلم في الحتة دي حالا، والنيوكليوتايدز اللي هيحصل لها addition. كل ده بحطه في الماشين اللي تحت دي اللي لونها سيلفر، والماشين دي كل اللي هي بتعمله انها بترفع درجة الحرارة عالي جدا عند 95 درجة مئوية، وبعدين مرة واحدة تقوم نقصاها عشان تعمل الانيلينج، وبعدين تعليها سنة عشان تعمل الالونجيشن، وهكذا وهكذا وهكذا. أول ما تم اختراع الـ PCR by the way كان عبارة عن مجموعة water baths جنب بعض، يعني مسخنين مية بتغلي في واحد، اوكي water bath يعني مية حمام مائي، اوكي مية بتغلي في واحد، مية أسقع شوية في واحد، ومية أسقع منه شوية في التاني، عند درجة 95، درجة 60، ودرجة 72. ده كان زمان جدا أول ما عملوا الـ PCR. دلوقتي الكلام ده كله بيتم في ماشين صغيرة جدا، اوكي طبعا احنا ما بنشوفش الرياكشن الداخلي اللي احنا هنتكلم عليه، بس احنا بنقول لك الثيوري او الميكانيزم اوفر رياكشن بتكون عامله ازاي. في البي سي ار بدل الهيليكيز والجاريز والسنجل ستراندد ستابلايزنج او بروتينز وكل الكومبوننتس اللي بتتحط في الاول دي عشان افك الدبل هيليكس، بستعوض عنها او يعني اي ريبليس اول اوف ذس بايه؟ بالهيت. اوكي بعمل هيتنج ل 95 ديجري، ده بيعمل ديناتوريشن او بيفك الدبل هيليكس عن بعضه، وبيبريك الدبل والتريبل هيدروجين بوندز اللي موجوده في الدي ان ايه. تمام، فدي اول خطوه او اول ستيج في البي سي ار، الديناتوريشن اللي هي بفك الدبل هيليكس وبفك كمان الهيدروجين بوند ما بين الكومبلمنتري ستراندز. تاني خطوه اسمها الانيلينج. في الانيلينج خطوه الانيلينج دي انا بنقص درجه الحراره ما بين 50 ل 60 عشان ادي فرصه للبرايمر اللي انا حاطاه اللي هو كومبلمنتري لحتت معينه في الجين اللي انا عايزه اكتره. انا ببقى عايز اكتر جين معين او فراجمنت معين بحيث ان هو يعمل بايندينج او انيلينج هايبريدايزيشن او انيلينج، يلحم مع الجزء الكومبلمنتري له في الدي ان ايه، وبعدين ارجع ارفع درجه الحراره حبه صغيرين عند 70 او 72 تقريبا عشان اقلو دي درجه حراره كويسه للدي ان اي بوليميريز اللي انا جايباه من ثيرموفيليك بكتيريا اللي هو التاك بوليميريز، عشان يبتدي يعمل لي يحط لي الاي تي سي جي، يحطهم كومبلمنتري للبيرنت تمبلت. تمام، فيبقى انا عندي المكونات دي بتاعتي دي ان اي سامبل برايمر نيوكليوتايدز مع التاك بوليميريز والانزيم والميكتشر او البافر اللي بيساعد الانزيم انه يشتغل، محطوطه في بي سي ار تيوب ومحطوطه في الثيرموسايكلر اللي عمال يعمل لي الثلاثه سايكلز بتاعتي او الثلاثه ستيجز بتاعت السايكل اللي هي 95 وبعدين ينزل ل 55 ل 60 او 50 ل 60 يقلله الانيلينج، وبعدين يرفع تاني اكسكيوز مي عند 72 عشان يقلله الاكستنشن بتاع الناتج عن طريق الدي ان ايه بوليميريز انه يشتغل. بصينا على السايكل حته حته في اللي احنا بنقول عليه ده، عند 95 كل الدبل والتريبل بوند هتتكسر، اولا هيحصل انوايندنج، اوكي هيحصل ديناتوريشن، وبعدين هيتكسر الدبل بوند اللي هي ما بين التو ستراندز، وهيبقى عندي سنجل ستراندز اوكي بتاعه الدي ان ايه تمبلت. في خطوه الانيلينج اللي انا بنزل فيها التمبرتشر بعمل الاوينج للبرايمرز انها تبتدي تعمل هايبريدايزيشن، هايبريدايزيشن يعني تمسك في المقابل لها اللي كومبلمنتري لها، تمام اللي هي لونها احمر عندي في خطوه نمبر بي بيزن بوي. تمام، هيمسكوا هيعملوا الانيلينج، وبعدين برفع درجه حراره حاجه بسيطه عند 72 حوالي 70 72 لان دي درجه الحراره المناسبه للتاك بوليميريز اللي هو دي ان اي بوليميريز انا عازلاه من بكتيريا ثيرموفيليك بتحب درجة حرارة مرتفعة عشان يبتدي يعمل extension او يزود one by one من النيوكليوتيدز complementary طبعا للتمبلت ستراند. هيفضل يعمل الحكاية دي سايكل واحدة اللي انا شرحتها، هيعمل في السايكل الاولانية من التمبلت هيعمل نسختين، تمام، وبعد كده بعد السايكل التانية هيعمل من كل واحدة منهم هيعمل نسختين، فدي عملية exponential amplification يعني 2 power 2 هيساوي 4، لأن أنا كنت بادية ب 1 بقوا 2 وبعدين 2 power 2 بقت 4، 2 power 3 اللي هي الثيرد سايكل هيبقوا 8، 2 power 4 هيبقوا 16، 2 هكذا لغاية 2 power 5 and so on لغاية ما أوصل ل 2 power say 36
سايكلز. يبقى انا وصلت to 68 billion copies، وصلت البلايين بلايين بليون مش ملايين بلايين بليون اوكي copies، نتيجة ان انا عملت 36 cycles 36 cycle. بالتالي ال PCR technology هي تكنولوجي بتساعدني، كانت developed في الثمانينات، بتساعدني ان انا اكتر اللي عندي اللي هو ال DNA fragment اللي انا عايز اكترها باستخدام primers بالتارجت الحتة ال DNA fragment اللي انا عايز اكترها في 3 steps لكل cycle: denaturation, annealing واكستنشن. والسايكلز دي بكررها usually ما بين 25 ل 40 سايكل حسب انا عايزة قد ايه copies من اللي انا بكتر. وبكده انا بعمل نوع من انواع ال in vitro replication او in vitro DNA replication زي ما وضحنا في الشرح السابق. Now نيجي لطريقة تانية من الطرق اللي بدرس بيها الجيناتكس في الميكروورجانيزمز. والابليكيشنز بتاعت الريكومبتنت تكنولوجي كتيرة، منها زي ما احنا انتجنا دلوقتي الريكومبتنت هيومن ريكومبتنت انسولين، بدل ما كنا بناخد الانسولين من البيجز والهورسز انتجنا هيومن ريكومبتنت انترليكونز، هيومن ريكومبتنت جروث هرمون. كان قبل كده الجروث هرمون والانسولين بينتج في الحيوانات وناخدهم منهم، كان بيعمل allergic reactions رهيبة لكثير من الاشخاص اللي كانوا مضطرين ان هم يتعالجوا بالانسولين زي الدايب 1 دايابيتس، واللي مضطرين يتعالجوا بالجروث هرمون زي الناس اللي كان عندها نوع من انواع الدوارفيزم اللي ممكن يتعالج بالجروث هرمون. مش كل طبعا انواع الدوارفيزم انفع عالجها بالجروث هرمون. برضو بقى يستخدم في الاندستري في الاجريكالشر عشان انتج كروبس او محاصيل جديدة بانتاجية اعلى عشان اواجه مشاكل الجوع في القارات المختلفة. برضو ان هو بقى بستخدمه في ان انا افهم زي ما قلنا الجيناتكس بتاعت المايكرو اورجانيزمز واورجانيزمز تانية كتير عن طريق الكلونينج وغيره. وايضا ان انا اصنع what is known as genetically modified organisms او بسموها ال GMOs. وكثير من الناس مش فاهمة قوي فكرة ال GMOs وبيعتبروها بعبع ان اي حاجة GMO دي وحشة. لأ، الانسولين is produced now humanized insulin in a GMO اللي هو بستخدم ال different bacteria و different yeast and so on عشان اطلع الانسولين. بستخدم ال growth hormone نفس الحكاية، ال interleukins، كل دي عبارة عن GMOs. بستخدم الـ GMOs دي عشان أزود الـ efficiency والـ economic value لكثير من الـ crops اللي بناكلها. طيب، من الطرق اللي بستخدم فيها الـ recombinant DNA technology أو عشان أحصل على الـ recombinant DNA، بعمل حاجة اسمها الـ DNA cloning. الـ DNA cloning ده ببقى عندي gene of interest معين عايزة أعمل له isolation okay, cut kind of وpaste okay, في حتة تانية وأكتره وبعدين ابتدي اعمل استادي. طيب بعمل الحكايه دي ازاي؟ بدنا انا اعمل الكات اند بيست ده، كات من الاورجانيزم اللي انا عايزه اشوف فيه الجين معين، بيست في اورجانيزم تاني انا عارفه ان هو بيعمل ريبليكيشن سريع في البلازميد بتاع الاورجانيزم زي الايكولاي، اشهر كلونينج فيكتور او كلونينج ماشين كايند اوف هو الايكولاي، لان عندها بلازميدز ممكن تعمل ريبليكيشن لوحدها. تمام، فانا هعمل كات او ايزوليت للجين اوف انترست. ازاي هعمل له cut او isolation؟ بان انا اعمل له digestion بrestriction enzyme هيقطعوا لي الجين ده، وبنفس الrestriction enzyme ده هقطع في الفيكتور الكلونينج فيكتور اللي هنتكلم عليه حالا، واقوم عامله ligation cut and paste، واقوم عامله ligation للجين of interest في الفيكتور وبعدين اعمل له cloning. طيب ايه كلمة cloning دي بقى؟ cloning يعني انا بستخدم الكلونينج فيكتور ده اللي هو whatever plasmid او حاجة عشان يكتر لي من الجين اوف انترست. حاجه هتعمل لي اكسبريشن للجين اوف انترست في البكتيريا، كلونينج فيكتور منها البلازميد دي اشهرهم. الفاج ممكن استخدم الفيروس او البكتيريوفاج، الكوزميدز والارتفيشال كروموسومز زي الياك والباك. طيب دلوقتي الجين اوف انترست اللي انا جبته قطعته ب الريستريكشن انزيم وحطيته في الفيكتور لسين، هنا ده بلازميد، واصبح ده ريكومبتنت دي ان اي اللي هو البلازميد اللي فيه حته من الجين اوف انترست او فيه الجين اوف انترست كله على بعضه. ورحت مدخله البلازميد ده في البكتيريا، هدخله ازاي؟ نفكر
بكتيريا وعايزاها تبلع حتة دي ان ايه من الانفايرمنت، يبقى هعمل لها ايه؟ هديكوا ثانية كده نفكر. ترانسفورميشن، شاطرين الرد وقالوا ترانسفورميشن، هعمل لها ترانسفورميشن. البكتيريا دي لو كانت ايكولاي هعمل ترانسفورميشن للبلازميد يدخل داخل البكتيريا. ترانسفورميشن ده بيبقى ناتشرال في بعض البكتيريا، ولو انا عايزه اعمل له اندكشن يبقى هعمل حاجه من اتنين. نفتكر برضو كده صح، هعمل هيت شوك او هزود نسب الكالسيوم. فالبكتيريا الريكومبتنت بكتيريا دي اللي هي البكتيريا اللي هتبلع هيحصل لها ترانسفورميشن وتاخد الريكومبتنت دي ان ايه اللي هو البلازميد زائد الجين اوف انترست. نتكلم نوت صغير كده على الفيكتورز المختلفة سواء كانت بلازميد او غيرها. البلازميد ده اشهر، البلازميد اللي هي الطريقة اللي احنا لسه قايلين عليها دي اشهرهم. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا البلازميدز مالتبلاي لوحدهم من غير ما يحصل ان البكتيريا كلها او الكروموسومال دي ان ايه يحصل له مالتبليكيشن، فبينتج اعداد كبيره جدا، وده بيساعدني على ان انا يبقى عندي كلونينج فيكتور. ده very cheap and easy way of mass production لجين معين، ولكن عيوبه ان هو بيقول لي hold and insert او الحته اللي هيقدر يشيلها من الجين ما بين 1 لـ10 KB، يعني من 1 لـ10,000، من 1000 لـ10,000 base pair. ساعات بيبقى الـ DNA length أطول من كده، فبضطر أستخدم حاجة زي الكوزميتس أو البكتيريا artificial chromosomes اللي قلنا عليها back، أو الياك اللي هي least artificial chromosomes، أو الفيرال فيكتور زي ما قلنا الفاجز زي اللامدا فاج. طيب بالنسبة للياك والباك، الياك كمان الباك ده اللي هو الـ artificial bacterial artificial chromosome، الياك بيوفر another advantage اللي هي اليست artificial chromosome، ان اليست يوكاريوت، فاليست ممكن يديني البوست ترانسليشنال موديفيكيشن اللي بتكون مينيمم في البكتيريا، ما بلاقيهاش كتير في البكتيريا. طيب نتكلم على حته تانية غير الفيكتور. احنا كده اتكلمنا في الكلونينج ان انا عندي جين اوف انترست قطعته بالريستريكشن انزيمز حطيته في الفيكتور واتكلمنا على الفيكتور. ليتس توك اباوت ذا ريستريكشن انزيمز. ريستريكشن انزيمز دي هي مجموعه من الاندونيوكليازز، دي بكتيريا الانزيمز بتكون موجوده بتتعرف على سيكونسز معينه من الدي ان ايه من 4 لـ8 بيس بير كده وتقوم قطع عنده. اندونيوكليازز، اندونيوكليازز نيوكليازز يعني القاطعه لي او دايجستس الدي ان ايه، واندو يعني بتقطع في نص الدي ان ايه مش اكسو، اندو. اوكي اندونيوكليازز فبتقطع، فما بتقطع اوكي البكتيريا يوجوالي بتستخدمهم لما بتكون بتحارب ان في دي ان اي فورين دي ان اي جايلها فبتشوت اب بتاكله يعني. هنا لا انا استخدمتهم بقى للادفانتج بتاعتي زي اشهرهم الايكو ار 1 اللي هو ايكولاي ريستريكشن انزيم ار 1، ده بيقطع دايما عند البالندروميك سيكونس سي اي اي تي سي جي سوري اي اي تي تي سي اللي هو الجي بيبقى مع السي والاي اي مع التي تي، فيبقى ده زي ما كنا بنتكلم قبل كده على البلاندروميك سيكونس. وبالتالي بيسيب وات از نون از ذا ستيكي اندز اللي هي الحتتين اللي هيلزقوا، ستيكي يعني ملزق تمام، فبسميها الستيكي اندز او بسميها الايكو ار 1 اوفر هانجز. اوفر هانجز يعني حته من اوفر هانجينج يعني زياده كايند اوف اوكي. فيبقى انا عندي two overhangs اللي هي was generated وهي sticky ends يعني ملزقه مستنيه الكومبلمنتري بتاعها عشان تلزق فيه. فانا هقطع كده في الجين اوف انترست بالايكو ار 1 وهيكون لي الاوفرهانجز، وهقطع في البلازميد او الفيكتور بالايكو ار 1 برده فهيكون لي اوفرهانجز، وبعدين هقوم حطاهم مع بعض وهيقوم عامل وحط عليهم اللايجيز. اللايجيز لو فاكرين اللي هو بيلحم الحاجه في بعضها، وهيقوم ايه ملزق لي الستيكي انز دي في بعض. بص عليها تاني كده، ان انا عندي الستيكي انز دي اهو قطعت بالايكو ار 1، قطعت الجين اوف انترست وقطعت البلازميد، هيسيب لي الاوفر هانجز او الستيكي انز وهيجوا يعملوا كومبلمنتري سترانز تو ايتش اذر. اهو ستيكي اند بتاعت البلازميد دي ان اللي هو لونه كايند اوف ايه اللون ده اخضر تركواز على رأي شاد ما شافش حاجة، والتاني لونه اصفر اللي هو الـ نفس الجين اوف انترست دي ان ايه فراجمنت بتاعتي، هيجوا الستيكي انز دي او الاوفر هانز هتيجي تعمل كومبلمنتيشن تو ايتش اذر وتعمل هيدروجين بوندز، وهيجي الحتة الفراغ الصغير ده
هيجي يملاه ال DNA ليجيز. تمام كده؟ طيب الكلام ده عملته، وعملته قلنا قطعت بالايكو ار 1 في البلازميد على ايدي الشمال فوق، وقطعت بالايكو ار 1 في الجين اوف انترست على اليمين فوق، وبقى متكون عندي الاوفر هانجز او الايكو ار 1 اوفر هانجز او الستيكي اندز اللي هي اللي هتلزق في بعضها للنين لانها كومبلمنتري تو ايتش اذر. وبعدين هيجي الدي ان اي لايجيز هيكمل بس الحتت الصغيره اللي كانت مفتوحه. تمام؟ لو حاصل اي نوع من انواع الميس ماتش، يعني الناس دي مش كومبلمنتري تو ايتش اذر، مش هيمسكوا في بعض. اوكي، كنت حاطه فيها ماركر بسميه الماركر فور سيلكشن اوف البكتيريا. الماركر ده ممكن احط فيه دي ان اي، سوري، احط جزء من الدي ان اي عباره عن انتيبيوتيك ريزيستنس. انا عندي جينيتك ماركرز بحطها ممكن تكون انتيبيوتيك ريزيستنس عشان اعرف انقي الناس اللي حصل فيها فعلا ترانسفورميشن، البكتيريا اللي حصل فيها ترانسفورميشن هي اللي هتقدر تعمل جراف على السلكتيف ميديا دي. فهنا مثلا انا عندي الكلونينج فيكتور، اوكي، في الامبسلين ريزيستنس جينز اللي هو الماركر يعني، كويس، وفي هعمله دايجشن بالايكو ار 1، تمام، وهعمل دايجشن بالايكو ار 1 برضو للجين اوف انترست، او احط له الجين اوف انترست هيكون محطوط معاه كمان جرين فلوريسنس. اوكي، فانا كده قطع في الفيكتور اللي هو البلازميت يعني بالايكو ار 1، وحاطه في الفيكتور بتاعي البلازميت يعني حاطه فيه امبسلين ريزيستنس جينز، وقطعت بالايكو ار 1 وجيت على الجين اوف انترست بتاعي ورحت حاطه جنبيه جرين فلوريسنس بروتين. ده بروتين بيدي لون اخضر في اندر فلوريسنس لايت، يعني بيدي تحت الضلمه يعني هيدي ضي اخضر. تمام، وهيدايجست برضو الجين اوف انترست بالايكو ار 1 عشان ايه؟ عشان يعمل لي الستيكي اندز او الهانجنج الاوفر هانجز. واقوم حاطه الجين اوف انترست مع البلازميد واسيبهم يعملوا كومبلمنتيشن واحط الدي ان اي. الكلام ده انا بعمله في انبوبه، انا مش شايفه حاجه من الحاجات دي، انا ام اسيومينج ان ده بيحصل. فايم اسيومينج ان المفروض هيدخل الجين اوف انترست وجنبه الجرين فلوريسنس بروتين والامبسيلين ريزيستنس جينز، المفروض ان هو موجود على البلازميد بتاعي او اللي هو الفيكتور يعني. تمام، واقوم حاطه الكلام ده كله جوه البكتيريا، والبكتيريا تعمل ايه؟ amplification. طيب انا عملت transformation والبكتيريا عملت amplification، هزرع على ميديا عشان اخليها تعمل amplification فيها الامبسلين، فالبكتيريا اللي ما اخدتش البلازميد، ما عملتش transformation وما اخدت البلازميد، مش هتجرو صح، لان ما عندهاش الامبسلين resistance. والبكتيريا اللي اخدت البلازميد بس ما كانش حصل مظبوط الكوتن بيست فيها بالجين اوف انترست اللي معاه الجرين فلوريسنس، مش هتدي ضي اخضر. يبقى انا باي سيلكت ساعتها للبكتيريا اللي فيها ريزيستنت جين يعني تقدر تجرو وبتديني الضي الاخضر. ده بشوفه زي ما احنا شايفين كده بيبقى لون البكتيريا اندر فلوريسنس مايكروسكوب، او يعني اندر مايكروسكوب في الدارك فلوريسنس بيدي الضي الاخضر. وبكده انا بقى عندي ريكومبنت دي ان اي عملت له كلونينج. ده كل ده كلونينج فيكتورز. في حاجات تانية اسمها الاكسبريشن فيكتورز، دي لو انتو interested you can also read about it when you need to express your gene of interest. بكده نكون خلصنا lecture 3. I hope ان انتو كونوا enjoyed learning about microbial genetics. I hope ان في limited contact that we have through only narration you got to experience a little bit of the fun of the microbial genetics، لانها من الحاجات الجميلة جدا لدراستنا والجميلة جدا للحياة عموما، ان الواحد بيستمتع بالتعرف على المايكرو اورجانيزمز والجيناتكس بتاعه المايكرو اورجانيزمز اللي تتحكم في الفينوتايبس وتتحكم في الانتيبيوتيك ريزيستنس وتتحكم في ازاي هذه الكائنات الدقيقه عالمها جميل وكبير وبتقدر تاثر فينا التاثيرات القويه جدا لما يكونوا انفكشس ديزيز، او تاثيرات قويه جدا لما يكونوا بكتيريا صالحه تنتج لنا الانسولين وتنتج لنا growth هرمون، interleukins، تدرينا حاجات كتيرة جدا بتساعدنا على الحياة، أو للأسف بتخلي حياتنا صعبة زي حاليا وإحنا في الـ COVID-19. Thank you for listening. ولو عندكم أي أسئلة please let me know.